احنا النهارده كلنا فوجئنا بما يسمى نقل محامي عام نيابه شرق القاهره الى بني سويف. بالنسبه لنا ده خبر عادي جدا، او يمكن مش مهم او عادي، يعني ايه المشكله؟ واحد بيتنقل من شغله او واحد رئيسه بينقله. اللي خلانا نتنبه للموضوع هو حاله الغضب الشديده جدا بين اعضاء النيابه في كل المحافظات. فسالنا، هو مش عادي انه النائب العام ينقل اي محامي عام؟ دي مش من صلاحياته؟ قالوا العادي في الظروف الطبيعيه، انما لما تبقى الظروف زي اللي احنا فيها دي، وان هو بيتشال بسبب تحقيق او تحقيقات الاتحاديه، يبقى الموضوع مش طبيعي. ايه اللي حصل؟ صدر قرار من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بنقل انتداب محامي عام شرق القاهرة إلى بني سويف. محامي عام شرق القاهرة لم يقبل النقل، وقدم طلب بأنه يرجع للقضاء ويسيب النيابة. طيب إيه الأسباب؟ طب بيتكلم، يعني يقول إيه المشكلة؟ ما بيتكلمش. طب يطلع على التلفزيون؟ لا، ما بنقولش حاجة. اللي زاد وغطى أنه كمان رئيس النيابة اللي أشرفت على التحقيقات في محيط الاتحادية، اللي كان اللي أسفرت عن 10 قتلى، النهاردة وصلوا 10، رحم الله الجميع ومئات المصابين. رئيس النيابة الحق في الموضوع ده كمان طلب نفس الطلب، قال أنا عايز أرجع القضاء ومش عايز أكمل في النيابة. يا جماعة في إيه؟ حصلنا على أسباب غضب أعضاء النيابة، مش بس في نيابة مدينة نصر، إنما في نيابات كثيرة في أنحاء الجمهورية. هنعرضها على حضراتكم، وهنعرض أجزاء منها، لأن الأسباب دي اتحطت في مذكرة رسمية للمجلس الأعلى للقضاء، والحقيقة فيها كلام لازم كلنا نسمعه ونفكر فيه. هل صحيح إنه النيابة العامة زي ما بيتقال يعني بتمارس ضغوط من الرئاسة عشان توجه التحقيقات، ولا العكس؟ هل صحيح انه النيابة العامة وهي بتحقق وبتخلي سبيل المتهمين كانت بتعاند الرئاسة؟ ايهما اصح؟ خلينا نشوف التقرير ده عن سبب المشكلة. التقرير ده ملوش علاقة بالاسباب او بالمذكرة اللي تقدمت للمجلس الاعلى للقضاء واللي بنعلمكم بيها فورا، او الحقيقة انتوا اول ناس هتعرفوها اللي بيتابع البرنامج قصدي. لا، احنا هنعرض تقرير عن سبب المشكله. سبب المشكله هو التحقيقات مع المتهمين اللي تم ضبطهم وكانوا متقدمين للنيابه على انهم كانوا وراء اعمال الشغب ومحاوله اقتحام قصر الاتحاديه والضرب والترويع والقتل. المتهمين دول اللي النيابه اخلت سبيلهم هم دول اصل الواقعه اللي عماله ردود الافعال عليها تتوالى. يوم اشتعل فيه الصدام بين مؤيدي الإعلان الدستوري الصادر في 21 من الشهر الماضي وبين المعترضين عليه، تسبب في أحداث مؤسفة ومصادمات دامية في محيط قصر الاتحادية، تفاصيل يصعب على المشاهد تحديد الجناة الفعليين وسط الأحداث. اليوم وبعد مرور عدة أيام على تلك الأحداث، أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قراره بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف، بعد أن كان متوليا الإشراف المباشر على التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة في أحداث الاتحادية، وبعد أن أمر بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود أدلة كافية. كان من بين من قدموا إلى التحقيق في النيابة العامة عدد من المواطنين الذين انتشرت لهم مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. مينا فيليب أحد المارين بمحيط قصر الاتحادية والذي تعرض للضرب والسحل على يد مؤيدي الإعلان الدستوري. رحت النيابة يوم الخميس وطردت على النيابة، وفوجئت أن أنا متهم بقتل وشعور في قتل وترويع وتخريب ممتلكات خاصة. انا طبعا يعني ما عملتش اي حاجه، انا واحد اتضرب، يعني انا واحد راح اتضرب وحجزته، يعني الكلام ده قلته في النيابه، قلت للسيد وكيل النيابه انا ما عملتش اي حاجه، وحق معايا على ان انا متهم
كما أجني عليه. أحمد طلخان مواطن مصري قدم أيضا إلى التحقيق رغم تأكيده في برنامج جملة مفيدة أنه ليس له علاقة بالشأن السياسي، وأنه من تعرض للضرب والسحل من قبل مؤيدي الرئيس وإعلانه الدستوري. قعدوا لحد ما ودوني عند البوابة بتاعة القصر في وسط الناس نايم رمية، وربطونا أيدينا وقعدونا وقيادات حزبية واقفة، وفعلا ضباط الأمن المركزي اتنين واقفين فعلا في عينيهم الحسرة، كل همهم ان هم ينقذوا اي حد جاي من وسط الناس دي عشان يدخلوه الحته دي. على الجانب الاخر وفي قلب الاحداث كان هناك ايضا من يتم التحقيق معه من قبل مؤيدي الاعلان الدستوري لاقتناعهم بوجود عناصر مدفوعه الاجر لاحداث فوضى في محيط قصر الاتحاديه. عشان ده عايز عن باب الشعريه تعالى نسمع. طيب عايز باب الشعريه؟ قال لي عايز يا استاذ جمال قلت له في ايه؟ قال لي تعالى. ايوه البتاع بتاع الاسد بيتدمر. البتاع الايه؟ بتاع الاسد بيتدمر. بتاع ايه؟ بتاع الاسد. العصر الرئاسه اتدمر يعني. هتمتع وتعترف ولا هتمتع؟ العماره احمص اللي جنب البنزين ما بيشغلها. انا بقول لك مين ده فلوس؟ يا عم ده الساعه 5 بسلم الخير. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. مين اللي جاب الكلام ده؟ يا ابن الحلال ده امك فدوك. المهم مين اللي اداك فلوس؟ تبع مين طيب؟ انا حسن. اصل لو نكرت منك هيبهدلوك هيبهدلوك. كما ظهر عدد من المصابين المؤيدين لقرارات الرئيس على شاشات القنوات الفضائية تؤكد أنهم من تم الاعتداء عليهم. أنا بتهم كل الناس اللي قالت للناس تيجي امبارح، إحنا لما كانوا واقفين أول امبارح عند الاتحادية ما حدش مننا راح. لما كانوا المعارضين هناك ما حدش مننا راح. إحنا رايحين امبارح نأيد، هم جايين ليه؟ مين اللي قال لهم يجوا؟ اللي قال لهم يجوا هو المتهم. أيوة يا فندم، ده رجعوا ورا. رجعوا ورا عشان العيال تتقدم. خلوهم يرمونا قرار مزار للدموع عشان نرجع. يريدون أن تكون الاشتباكات في محيط قصر الاتحادية. حسبي الله ونعم الوكيل. أقول لمن في التحرير، من الذي قتل رجالنا بالرصاص الحي؟ أهم أنتم أم بلطجية استؤجروا وقتلوا هؤلاء الشباب؟ أحداث قصر الاتحادية مملوءة بالتفاصيل والملابسات الكثيرة ووجهات النظر المتعارضة بين من كانوا متواجدين في محيط الاتحادية سواء من جانب مؤيدي الإعلان الدستوري أو معارضيه أو حتى ممن كانوا متواجدين لمتابعة الأحداث دون مشاركة فيها. دي لمحة عن اللي تقدمه للنيابة. الحقيقة أن المذكرة أو الأجزاء اللي من المذكرة اللي قدامنا كمان غاية في الأهمية والخطورة إن صحت. دلوقتي محامي عام شرق القاهرة معنى كلامه أنه هل كان المفروض أن احنا نحبس ناس أبرياء أو مضروبين عشان القيادة السياسية أو النائب العام لا ينقلنا من أماكننا؟ في جزء محدد بيقول بعد الدباجة والصياغة المحترمة للمجلس الأعلى للقضاء بيحدد وبيقول: اعتبارا من فجر يوم الخميس الموافق 6/12/2012 تلقت النيابة اختارات بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادي، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات. وعلى الفور شرعت النيابة في مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث. أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالا هاتفيا من السيد النائب العام. اللي كاتب ده هو محامي عام نيابات شرق القاهرة. تلقيت اتصالا من السيد النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين، وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالي 90 متهما على ذمة الأحداث، فأخبرني سيادته أن هناك 49 بلطجيا آخرين تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 بقصر رئاسة الجمهورية الاتحادية، وأنه تم التنسيق بمعرفة سيادته مع السيد السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكي نتوجه إلى القصر لاستلام هؤلاء المتهمين. وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خاصة المجموعة التي تم ضبطها عند قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطيا إذا توافرت الأدلة على ذلك. في موقع آخر
بيكمل محامي عام نيابة شرق القاهرة في مذكرته للمجلس الأعلى للقضاء: توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان، وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين، ومعهم سلاح ناري، فرد خرطوش، وبعض الطلقات الخرطوش، وبعض الأسلحة البيضاء، ضبطت أيضاً بمعرفة المتظاهرين. وقد قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين، وتبين أن جميعهم قد تعرضوا للضرب المبرح، ويوجد بكل منهم إصابات شديدة تم إثباتها في حينه بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبية. وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بإحداث أعمال شغب بمحيط قصر الاتحادية لقاء مبالغ نقدية. عقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس 6:30 مساء، وشرع فريق التحقيق في النيابة في مباشرة التحقيقات. في موضع آخر ننتقل إلى نقطة أخرى مكتوبة في المذكرة: وأثناء التحقيقات وقبل انتهائها أذاع التلفزيون المصري خطاب السيد رئيس الجمهورية، ذكر فيه اعتراف المتهمين بالتحقيقات وأن هناك أدلة على الوقائع المسندة إليهم، وهذا ما لم يثبت بالتحقيقات التي أجرتها النيابة. بعد الانتهاء من التحقيقات عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني، والذي أفاد بأن النائب العام يرغب في إصدار قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أي أدلة من شأنها إصدار قرار بحبس المتهمين احتياطيا، وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين. هذا في الوقت الذي كان قد تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالي 2000 من أهالي المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة. ثم تأتي نقطة أخرى يقول فيها محامي عام شرق القاهرة في مذكرته الرسمية: إلا أننا رفضنا هذا المنطق، وقام رئيس النيابة بعد إخطاري وبموافقتي على أنه سيخلي جميع المتهمين، وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لتساوي جميع المواقف القانونية للمتهمين بعدم وجود أي أدلة قبلهم جميعا. في اليوم التالي تم استدعائي وكل من رئيس النيابة الكلية ورئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام، الذي استقبلنا استقبالا فاترا وسيئا، ووجه إلينا اللوم الشديد على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أننا أبلغنا سيادته بعدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس، إلا أن سيادته استطرد أن ذلك يعد استهتارا وسوء تقدير للموقف، وأضاف أنه لا يستطيع أن يجبر أحدا على العمل معه، وأن من يرغب عليه تقديم طلب بهذا الشأن. وبالرغم مما تقدم ومما تتضمنه الأحداث من مقابلة السيد النائب العام، من إهانة لشخصي ولفريق التحقيق في القضية، وتهديد غير صريح يفصح عن رغبة سيادة النائب العام في حبس هؤلاء المتهمين، وهو ما أشار إليه في البيان الصادر من مكتبه من أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده، حتى من تم إخلاء سبيله منهم. وبالرغم مما تقدم، فقد
أثرنا مواصلة العمل، إلا أننا فوجئنا بقرارات النقل. مما كان طلب النقل هو في حقيقته جزاء على مخالفة لم نرتكبها، وتعد تدخلاً غير مباشر وتهديداً صريحاً لجميع فريق العمل الذي يعمل في القضية سالفة البيان، وهو الأمر ذاته الذي دفع رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل بتاريخ اليوم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.